وشوشة. كنا في أواخر الشتاء قبل اللي فات، زي اليومين دول عشنا مع بعض حكايات. أنا كنت لما أحب أتونس معاك، أنا كنت باخد بعضي وأروح له من سكان. كنا في أواخر الشتاء قبل اللي فات، زي اليومين دول عشنا مع بعض حكايات. أنا كنت لما أحب أتونس معاك، أنا كنت باخد بعضي وأروح له من سكان. والناس في عز البرد يجروا يستخبوا، وأنا كنت بجري وأخبي نفسي أوام في قلبه. والحد لما الليل ليل ببقى جنبه، وافضل في عز البرد وايام السعاد على سهوة ليه الدنيا بعد ما عشمتنا وعيشتنا شوية رجعت موتتنا. والدنيا من يوميها يا قلبي عودتنا، لما بتدي حاجات أوام تاخد حاجات. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org